السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اتمنى تكونوا بخير صحه ان شاء الله. وحيكم معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم البنات درت لكم، جبت لكم واحد الوصفه ديال الياغورت اللي اكثر من رائعه، اكيد غادي تحتاجوها في رمضان. كتجي زوينه 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 بزاف، ما نقولكمش، سهله في التحضير وكتجي غنيه بالفريز. كتجي زوينه بزاف، لا في المذاق ولا في اللون ديالها، كتجي اكثر من رائع، كتجي كريميه وكتجي عاقده، كتجي اكثر من رائع كما كتشوفوا، كتجي غزال غزال، كيجي غزال. وسهل في التحضير بدون تخمير، كيوجد بسرعه في 10 ديال الدقائق. بقوا معايا وشوفوا مقادير والطريقه ديال التحضير، وما تبخلوش عليا باللايك الا عجبكم طبيعه الحال، وتبارطاجوا مع الاصدقاء والحبايب باش الفائده. وكنشكركم بزاف، واللي معايا جديد ما تنساش تشترك في القناه باش يوصل لك الجديد. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه وجزاكم الله عنا خير. بسم الله، نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه، غادي نبدا الكريمه باش كتبرد. عندي نصف لتر ديال الحليب، عندي هنا 3 معالق كبار مقبين ديال مايزينا او النشا، هذه 3 معالق ديال السكر، كيبقى على حسب الذوق، على حسب شكل كتعجبكم الحلاوه بزاف ولا القليل، وعلى حسب الفريز واش حلو ولا كيكون مع المره كيكون شي حامض. صافي، دابا غادي ندوز الطريقه السهله. كنجيب واحد الطنجره كندير فيها الحليب، كندير 3 معالق كبار ديال النشا كما كتشوفوا، عامرين مزيان. ثلاث المعالق، وعندي هنايا 3 معالق ديال السكر. صافي، غادي نخلط حتى غادي ما يبقاش هذاك النشا حتى كيدوب مع الحليب. دابا غادي نديرو على النار، غادي نديرو على النار وكنحرك باستمرار باش ما تلصق لياش فقاع الطنجرة هاد النشا. كتحركوه حتى غادي يطبخ معاكم، وملي كتطبخ كتعقد الكريمة ديالكم. صافي، كتطفيو عليه. صافي، راه بدات كتعقد معايا كما كتشوفوا، كتعقد معكم هكذا، كتبدا كتطبخ كتطفيو عليها. صافي، ملي كنطفي عليها كيجي القوام ديالها. دابا غنديرها في هذا المول. صافي، ملي درتها في هذا المول غادي نغطيها وغادي نخليها حتى غادي تبرد، وغادي نرجع معكم. صافي، هي الكريمه ديالي ملي بردات كتولي هكذا. دابا غادي نجيب غادي نطحنها حتى كتولي كريميه. صافي، ملي كنطحن هذيك الكريمه كترجع هكذا. دابا عندي هنايا الفريز، عندي 250 غرام الفريز اللي كيكون مجمد، كنديرو في الفم مجمد حتى كيجمد معانا هكذا، كنغسلوه كنقطعوه كنديرو في المجمد. عندي علبه ديال الياغوت فيها 150 140 غرام ديال الياغوت نكهه الفاني. الا ما عندكمش تقدروا ديروا الزبادي او الياغوت الطبيعي. عندي واحد الملعقه ديال الجبن، كتبقى اختياري، كيعطيني واحد المذاق وكتجي كيجي ليا ود ديالنا كريمي. ها الجبن اللي كنديرو في الخبز، الا ما كانش ما ديروش، او تقدر تعوضوه بالجبن المربع. صافي، دابا غادي نطحن هاد الفريز او الفراوله. غنضيف هاد الجبن، الياغورت، اللي ما يقدرش ياكلو السكر يقدر ما يديروش السكر في هاد الكريمه، ويديروا الياغورت مسوس او بدون سكر او الزبادي. دابا غادي نطحنهم مزيان. صافي، ملي طحنتو مزيان هكذا
غادي نديرو على هاد الكريمه. صافي ملي دفتو على هاد الكريمه غادي نتحرك. صافي هو ملي طحنتو كنحصل على هاد القوام، كيكون رائع لا في اللون ولا في المذاق. كتحصلوا على يوغوت او دانون اللي كيكون طبيعي وما فيش مواد حافظه وفيه الفريز، لان اللي كنشريه راه ما فيهش الفريز، راه فيه غير الملون والمذاق. كيجي رائع، تقدر تقدموه دابا ولا كتخلو كيبرد شويه في الثلاجه. اول بنات الياغورت ديالي ملي كملتو درتو في الكؤوس كيجي اكثر من رائع، كيجي عاقد وكيجي زوين كما شفتوا، يعني مليء بالفريز ويعني فيه فيتامينات، ماشي بحال اللي كنشوفو فيه غير الالوان مواد حافظه. كيجي زوين بزاف كما كتشوفوا، كيجي عاقد وكيجي كريمي، كيجي اكثر من رائع. نتمنى تجربوه ويعجبكم، وتبخلوش على اي بلايك الا عجبكم بطبيعه الحال، وتبارطاجيو مع الاصدقاء والحباب باش تعم فائده. كنشكركم بزاف، انا متاكده غادي يعجب لكم وخاصه الاطفال غادي يحماقوا عليه. كنشكركم بزاف ورمضان كريم، حتى الفيديو ان شاء الله، والصبح جديد، والسلام عليكم.